يا اخبار الدنيا كده ايه؟ تمام، واصل الامور. انا هديكو الهيستوري بتاع العيان ده. دي فاميلي تشايلد، تقريبا كان عندها حوالي 5 سنين لما كانت جاينا ات برزنتيشن، وكانت جاية بالليجن دي. مامتها بتقول عندها الليجن دي، بتشتكي من ان هي فيها كوزموتيك ديسفيجرمنت. الصوت مش واضح. الصوت مش واضح برضو لسه. كده ماشي تمام يا ماي؟ الصوت كويس تمام. طيب احنا كنا بنقول الحالة الأولانية هي بيشنت فيميل بيشنت تشايلد عندها 5 سنين، جاية تقريبا بتشتكي مامتها. طبعا مش هي البنت اللي بتشتكي من الليجنز اللي جاية على الرايت فور أورم دي، وبتقول ان هي عايزة ليها علاج. فاحنا بنقول هاو تو ريتش دايجنوز، ازاي اتعامل مع حالة زي كده. طيب هاو تو ديل وذ ساتش كيس، اللي هو هاو تو ريتش دايجنوزز، او انا بالنسبه لي كدرماتولوجيست ازاي اقدر اتصرف مع ساتش كيس، ايه اللي هعمله. اول حاجه في الجلديه اللي هي غالبا معظمنا مش بيقف عندها كتير، اللي هي تيكينج جود هيستوري. ترى هيستوري تيكينج از فيري اسينشال ان درماتولوجي، تمام زي اي برانش تاني. يعني احنا عشان درماتولوجيست متعودين دايما يبقى القصه جايه على انسبكشن وعلى طول وريني ايه اللي عندك. فغالبا في ناس كتير ساعات بتسيب الايتم بتاع الهيستوري ده، بيج ميستيك. فاحنا لو خدنا الهيستوري مثلا في عيانه زي كده فيري كريتيكال، لان المفروض هنسال ايه اللي احنا بنتكلم عن. الحاله الاولانيه طبعا اللي هي عندها فايلوت او بيربلش ليجن اون ذا رايت فور ارم، اللي هي اول حاله خالص البنوته الصغيره. فالمفروض انا هسال هاخد هيستوري. الهيستوري اول حاجه من ناحيه الهيستوري انا اخد الاونست، هل هي باديه ديتنج 1 مانس اجو 1 ويك اجو، اكوت اونست جرادوال اونست اوف كرونيك نيتشر، ديتنج سينس بيرث، ديتنج فيو months after few days after. لازم نقطة مهمة جدا، أي حالة سواء الحالة دي أو غيرها بناخد القصة كده. طيب المفروض إن أنا بعد كده هشوف بعد ما أشوف الهيستوري ده هسأل العيانة أنت إيه اللي جابك هنا؟ يعني هي عندك المين كومبلينت إيه؟ بمعنى اللي هو السيمبتومز، هل عندها الحاجة دي جايباها عشان كوزموتيك appealing problems، ولا جاي عشان في مثلا itching؟ طب جاي عشان في pain، ده هيفرق معايا، لان ال itching هيخليني اروح في اتجاه معين، ال pain هيخليني اروح في اتجاه معين. لو just ال cosmetic هتبقى الدنيا مختلفة، لو ال cosmetic فقط الدنيا هتبقى مختلفة. طيب يعني ايه؟ يعني انا معايا البيجنت دي المفروض هعمل لها بعد ما خدت منها الهيستوري ده هشوف اول خطوه دي باخدها في تشخيص الامراض الجلديه جود هيستوري. طبعا مش في الحاله دي فقط، لا في اي حاله بسال على ككل. ممكن الاكيوبيشن تفرق معايا وتفرق، زي حالات السيمن درماتايتس، زي كرونيك سيمن درماتايتس، هي الحاجه المشهوره الناس اللي بتشتغل في الجبس والاسمنت دول بيبقى يفرق معهم الهيستوري. حد مثلا كان راح بيصيف وبعدين كده رجع من البحر وعنده مشكلة في طلعت له فجأة كده صادن اونست اللي هي بتاعت انجيل البحر اللي هو جيلي فيش درماتايت، هنا الهيستوري هيبقى مهم جدا. يبقى وبسأل مثلا برضو على بوزيتيف فاميلي هيستوري ممكن يكون ريليفنت، بسأل على previous attacks، لان مثلا اتوبيك درماتايتس مفيش اتوبيك درماتايتس without recurrence، لازم العيان يكون بيروح ويجي. وبالتالي history is very critical، بيتغطى من كل النواحي ابتداء من age، occupation، ايه onset of the disease،
الـ course of the disease, other members of the family, what is the main complaint, itching or not itching, pain, not pain, just cosmetic appearance, وهكذا. هل في previous history of drug intake؟ فأنا المفروض أغطي كل الحاجات دي. فإحنا مثلا لو خدنا الحالة الأولانية دي هقول إيه, بقول للأم أنت الحاجة دي تعباها من إمتى؟ أنت جايباها ليه؟ قالت عشان الحاجة دي شكلها مش حلو, ودي طبعا بنوتة وكده ولازم نعالجها. أوكي, طيب هي ظاهرة من إمتى؟ قالت dating since birth. كويس, يبقى كده تمام. يبقى هي بقالها دلوقتي dating since birth وهي عندها 5 سنين, يبقى أنا هبدأ أحصر تفكيري من قبل لسه ما أعمل examination في diseases of congenital origin. فدي حاجة مهمة. شفتوا قد ايه الهيستوري كايتم لوحده مهم جدا, ان انا جاست ممكن يوجهني توجه معين. طيب هل الحاجة دي بتزيد مع الوقت؟ بتكبر شوية. هي بتقول بتكبر شوية, المساحة بتوسع. لو احنا لاحظنا البيشنت هي عندها multiple groups او multiple lesions, واخدة one side of the arms اللي هو الفور ارم, الرايت فور ارم. هبدأ أخش بعد كده على اللي هو الكلاسيك أو بنسميه systematic approach. systematic approach دي إن أنا بمشي بالترتيب تدريجي على كل حالة. بعد ما خلصت الهيستوري بخش على الإكزامينيشن. الإكزامينيشن بالنسبة لي أنا كدرماتولوجيست بيكون من جزئين. الجزء الأولاني بيبقى عبارة عن what is the primary lesion, اللي عندك جاي بإيه؟ هل جاي ببابيول؟ هل جاي بفيزيكال؟ هل جاي ببولة؟ باستيول, بارو, ارتكاريا, ارتكاريا الهويل, whatever the primary lesion. لازم ادور على primary lesion. بعدين بعد كده بعد ما اشوف primary lesion اشوف الديستريبيوشن. ليه؟ لان كل مرض بيبقى له specific distribution. في حالات كتيرة جدا في specific distribution لامراض كتير عندنا في الجلدية. طيب يعني لو احنا طبقنا الكلام ده على اي حالة بلا استثناء, هناخد نطبقها على البيشن ده, what is the primary lesion؟ حدش بيجاوب ليه؟ طيب what is the primary lesion؟ no answer, no chocolate. ايه الاخبار؟ انتوا سامعين صوتي كويس؟ what is the primary lesion in this patient? you hear me? بابيول. It's okay. ماي بتقولي بابيول. فعلا احنا لو خدنا الحتة البعيدة اللي هي الوحدها كده هتقولي لا, ما هالصورة موجودة عندك على يعني المفروض انا منزل الصور قبلها يا نهلة على اساس ان انتوا تشوفوا الحالات قبل اللي احنا نتكلم عليها. الصور دي موجودة في البوست, فهتضطري تخرجي بقى وتخشي تقريبا مش عارف ازاي. انما هي الميم ليجن is بابيول, زن بعد كده البابيولز, بعدها جاي في صورة معظم الحاجة الموجودة اللي هي عبارة عن بليكس أو نديولز. يبقى أنا عندي بابيولز and ديولز. Some lesions are gathered into plaques. فالبليكس دي اللي هي بقى عملت بعد كده مجموعات, يعني arranged in groups لو احنا شفناها. طيب البابيول ده لونه ايه؟ هل له لون مميز ولا مش له لون مميز؟ الصورة يا ولاد عن موجودة في البوست. انا كنت منزل الصورة قبلها بحوالي 3-4 ساعات, منزل الصورة قبلها بثلاث اربع ساعات على اساس ان احنا نحاول نشوف الصور ونفكر فيهم لغاية ما نيجي نعمل عليهم ديسكشن. على اي حال احنا معانا دلوقتي ليجنز which are presented only in one side of the forearm. The primary lesion is papules, nodules, and the plaques. كل دي primary lesion. لكن المين lesion اللي موجودة multiple plaques. طيب what is the color of this plaque? Violaceous. برافو يا بسمة. Violaceous مهم جدا. اللون اللي هو البيربل اللي هو اللون القرمزي او الفايلوت color. ليه؟ لان انا دايما لما اجي ابص في اي مرض جلدي, مش ما هو في 100 مرض جلدي عندي بابيول, سورايسس فيها بابيول, ولايكن فيها بابيول, هل الاثنين بيتشخصوا بنفس الطريقه؟ لا, بابيول بتاع السورايسس
له شكل معين which is pink in color and covered by whitish scales اللي هي بتديني positive orbit sign في النهاية. هنا عندي ليجن بابيول أصلها بس ايه السيرفس بتاعها عليه حاجة. حد لاحظ السيرفس بتاعها عليه ايه؟ السيرفس بتاعها just it is normal smooth surface or not. السيرفس اخباره ايه يا اولاد؟ هل هو نورمال ولا مش نورمال؟ السيرفس مش نورمال. حد كده يقول لي من اللي شافوا الصوره، انتوا كلكم قاعدين تقولوا حد يمنشن الصور، فواضح ان انتم مش شفتوها. انا احنا بناخد برافو عليك يا ماي. هيموراجيك كراست، الكراست ده هل هو برايمري كراست اور سكندري كراست؟ في البرايمري ليجن بتبقى اسمها سكيل، لما تكون سكندري ليجن تبقى اسمها كراست. المراجل كراست يا ماي مينز ان هي عندها حاجه عملت لها الكراستيشن، بس اكشوال غير المراجل كراست اللي انت شفتيه. فعلا انت شفت صح، ده المراجل كراست ليجن دي كانت نتيجه ان اتعمل لها بروسيجر. البروسيجر دي حد يتوقع ان هي ممكن تكون ايه قبل ما نقول تشخيص؟ احنا عايزين نوصل شويه بشويه، لان البيجن جات لنا بالهيموراجيك كاست ده، فبرضه ممكن يلخبطنا. يا ترى هي ايه الهيموراجيك كاست ده؟ له دور في التشخيص ولا ملوش؟ او له ممكن يلخبطني او ممكن يلخبطني. بس اكشوال البيجن بريزنتنج باي ذيس ليجن بالشكل اللي احنا شايفينه، فايفتو ديل ويز بناء على هذا الكلام. فهي عندها هيموراجيك كاست في ليجن، والليجن الثانيه عليها سكيلز يعني برايمري نوت يت affected by any interference procedure. بمعنى صح زي ما انت قلت يا لميا اللي هي secondary، واسماء برضو secondary صح. السكندري دي عملت لها ايه؟ برافو عليك يا بسمة النجار. بسمة برافو عليك، دي عملت فعلا كرايو. هي عملت كرايو، احنا لسه وصلناش للتشخيص، بس انا عايز افسر حاجة، لان ده الدكتور الجلديه الشاطر بيبقى عباره عن ان هو ياخد باله قوي، جود اوبزرفر يعني ياخد باله من الحاجه دي عشان تساعده في التشخيص. لان التشخيص مش زي ما الناس فاهمه، الجلديه is an easy branch formed of very few diseases. Never one of the most difficult branch and one of the most deep branches. صعب، عايز بيتخش in depth فيه. فاحنا فعلا هنا زي ما دكتور هناء قالت seems to be verrucous، بس هو مش verrucous، هو lesions بقى يا دكتور هناء covered by scales keratotic lesion simulating a verrucous surface. You can describe it as verrucous like surface. صح، you can. فبرضو بسمة كانت بتقترح حمادة ان هي تكون cauterized، انما هي actually برضو فكرة صح. اي حاجة هتعمل destruction of the tissue سواء بقى اسكات الكتريك كوتري او كرايو كوتري، هي اكشوال كانت عامله الكرايو ثيرابي. انما بقيت الليجن انا لما اجي ابص على الديزيز ببص على الان تشينجد برايمري ليجن مش اللي تشينجد، لان لما بقت تشينجد الهيموراجيك كراست ده اسمه سكندري ليجن، وبالتالي مش هو ده اللي هيوصلني للتشخيص. اللي هيوصلني للتشخيص البرايمري ان تشينجد ليجن. يعني مثلا واحد جاله هيربس زوستر وبعدين بعد كده جاله سكندري انفكشن، لو انا عملت له سكندري انفكشن هلاقي فيه ايه؟ هلاقي فيه بسطيول. هل هو ده البرايمري ليجن اوف هيربس؟ نو، ذا برايمري ليجن اوف هيربس از فيزيكال اوفر ريد بيس. هنا نفس الكلام، يبقى هنا عندي برايمري ليجن سواء هو بابيول او بقى حاليا في شكل بليكس في معظم الليجن. نمره واحد عرفت ان هي بايوليشس ان كلر، وعرفت ان هي ليها زي ما دكتور هنا خضر قالت فيروكس او كيراتوتيك بالروكس لايك سيرفيس. يبقى انا عندي دلوقتي تو كومبوننتس اللي هو البرايمري ليجن از بليكس، نمره 2 اوف فايلوت كولر، نمره 3 ذا سيرفيس از نوت سموث ات از راف سيرفيس بالروكس لايس كفرد باي كيراتوتيك ليجنز او كيراتوتيك سيرفيس. واحد فيهم او اتنين اللي هم معملهم كرايو عليهم راجل كراست فعلا زي ما مي وانتوا قلتوا. فالمين بقى اللي قال لي؟ مصطفى. مصطفى السيد ذات
شكلها انجيو كيراتوما سيركمسكريبتوم. This is a very good differential diagnosis. Angio keratoma circumscriptum. Why? The very good differential diagnosis and maybe the actual diagnosis. بس how to reach? ازاي انا اوصل له؟ انا وصلت له ازاي؟ هي دي الفكرة. يبقى العوامل بتاعة تشخيص الانجيو كيراتوما سيركمسكريبتوم in this patient ان هما مفروض يبقوا ايه على هذا الشكل. ايه هو؟ نمرة واحد a lesion which is dating since birth. يبقى ده جزء من الهيستوري خدت منه ايتم مهمة هو ان dating since birth, وده بيجي مع الكونجنتال lesions او lesions اللي هي of hereditary origin. لان الانجيوكراتوما سيركمسكريبتوم may present at birth or shortly after. يبقى ده استفدت من الهيستوري, والهيستوري ده له دور, له دور مهم جدا في التشخيص. هل فيها symptoms itching او pain؟ لا. مال هي جاي ليه؟ عشان الكوزموتيك ابييرنس. يبقى احنا كده ده جزء الهيستوري استفدنا منه. طب جزء التشخيص البرايمري ليجن which is بليكس او كانت باديه بابيولز وبعد كده اتجمعت في بليكس او نوديولز, بس لونها مميز جدا لان اللون الفايلوت ده is not a common one in dermatology. صحيح انا اديت محاضره قبل كده على الهيموراجيك اروبشنز, وان شاء الله يبقى في فرصة في وقت آخر نعمل عليها سواء هنا على اللايف. متابعيني؟ طيب الحاجة التانية should it be more localized? No. ده سؤال كويس جدا. في حد بيسأل هل هي لازم تبقى more localized about this؟ لا مش لازم. This is a variation. لكن احنا ليه قلنا اللي هي circumscriptum؟ عشان في الليجنز دي في النهاية هم مجموعات صحيح متعددة, ولكنهم في النهاية محدودين في مكان معين وفي مساحة معينة. لو كانت الليجن less localized أو more localized عن كده ده هيسهل التشخيص أكتر. لكن still the lesions are localized grouped in multiple groups. الجروبس دي جت جمعت مع بعضها وقريبة جدا من بعض. فيبقى ده الحاجة التانية. كلمة angiocratoma بتعوز two presentation أو two findings. الفايندنج الاولانيه اللي هي ايه؟ اللي هي البرايمري ليجن اللي لونه لون معين, مش اي برايمري ليجن هيبقى هو الانجيوكراتوما. اللون المعين اللي هو عباره عن الفايلوت بليكس. حاجه الثانيه عشان اسمها انجيو كيراتوما, الكيراتوتيك سيرفيس. الكيراتوتيك سيرفيس لازم يبقى موجود. الكيراتوتيك سيرفيس موجود يبقى الاثنين مع بعض يكونوا الانجيوكراتوما سيركمسكريبت. طب ايش معنى قلنا النوع ده بالذات؟ عشان اللوكالايز سيركمسكرايب دي بريزنتيشن. هو احنا عندنا في حاجه تانية انواع تانية من الانجيوكراتوما؟ اكيد طبعا. برافو يا بسمه. بسمه برضو اي لافاسكولار بابيوز اند هايبركاتوز اتس اوكي, هو ده المطلوب صح. يعني بدل ما نقول فاسكولار لاني هنقول فاسكولار هيو صح, اللي هو اللون الاحمر. بس ده مش الاحمر العادي بتاع الفاسكولار كمان, لا ده ديب فايلوت, يعني فايلوت غامق جدا او مسميه البيربلش كولر. دي اول حاله يا نهى. نهى الجنتي اول حاله. لا اول حاله يا حبيبتي ما تقلقيش, احنا مع بعض معاكم. ايه الاذر تايبز اوف انجيوكراتوما ككل؟ حد كده يشترك معانا؟ احنا لسه في هاو تو ريتش دايجنوز. احنا في حتى هذه المرحله ما عملناش لسه اي انفستيجيشن, لان هاو تو ريتش دايجنوز اللي احنا قلناه اللي هو الهيستوري اند ذا بريزنتيشن اللي هي الاوبجكتيف واتس كولد اوبجكتيف اكزامينشن اللي انا بعمله انا كطبيب كديرماتولوجيست, هو البرايمري ريجن والديستريبيوشن. لكن انا ممكن في بعض الاحيان ما اقدرش اوصل لتشخيص, فبالتالي هضطر اخد هنا مثلا بايوبسي او كده لو حبيت. فيبقى انا معايا هنا زي ما هاله قالت اهيت كلاسيك انجيوكراتوما اوف فوردايس, وهي كمان انجيوكراتورا. برافو دكتوره شيماء عبد القادر. انجيوكراتوما كوربورت ديفيوزم دي اخطر نوع فيهم, ده اللي هو بيبقى سيستميك اللي هو بين قوسين فابريس ديزيز. الموست كومن تايب من الانجيوكراتوما دول زي ما بسمة احمد قالت اللي هي ايه؟ اللي هي انجيوكراتوما فوردايس اللي هي بتيجي على السكروتوم. دي ذا موست كومن فاريانت.
وفابريز ديزيز ده اللي هو انجيوكراتوما كوربوريس ديفيوزم، والانجيو كيراتوما اوف مايبيلي اللي هو اسم الراجل اللي وصفها، تبقى غالبا على الدورسال اسبكتس اوف ذا هاند، والسولوتري انجيو كيراتوما وانجيو كيراتوما سيركمسكريبتوم. دول الخمس انواع اللي هم موجودين. طيب لو انا احتاجت هنا ويوبسي اتس اوكي، يبقى انا هطلب من العيان ان هو ياخد سكين بايوبسي، بس انا مطلوب مني كدرماتولوجيست مش هقول للحاجتي في الشيك كده سكين ليجن فور ديفرنشال دايجنوز، لازم اقول للباثولوجيست اللي بشوفها، او لو انا عندي فكره في الباثولوجي لازم يبقى معايا كلينيكال ديفرنشال دايجنوز. كلينيكال ديفرنشال دايجنوزس كل ما كنت بتشوف الحاله كويس وشاطر وقادر تعرف كويس قوي ايه البوسيبل ديفرنشال دايجنوز، يعني كل ما قربت كلينيكال كل ما هتقدر تقرب باثولوجي اكتر وما تتوهش الايه الباثولوجيست معاك. بمعنى انا مثلا هنا في الحاله دي افرض انا مش متاكد ان هي انجيوكراتوما سيركمسكريبتوم، يبقى انا والله هقول فاسكولار ليجن ديتنج سينس بيرث فور ديفرنشال دايجنوز، واحط له بعض الحاجات منهم الانجيوكراتوما الانفانجيوما سيركمسكريبتوم هيمانجيوما، كل يبقى انا كل ده في الايه بنسميها في اللوجيكال ديفرنشال دايجنوز. لوجيكال يعني ايه؟ اللي هو اكسبتابل approach for this case، يعني ايه acceptable؟ يعني كلام منطقي ان انا اقدر احط differential diagnosis بتاعت الحالات دي. خلاص اوكي، يبقى ده this is the first case اللي هو فعلا تشخيصها angiokeratoma circumscript. طبعا زي ما اتفقنا يا نوها ان انا ممكن اعمل bunch biopsy if I'm not sure، ونورة طاهر قالت hemangioma as a differential diagnosis، برافو عليك صح، يبقى انا كده صح وجهت الايه الحاله مظبوط، وجهت الايه الشيت بتاعي اللي هو بيروح للباثولوجيست. لو انا مش عندي خبره كافيه يبقى انا بحاول للباثولوجيست. يبقى نرجع تاني نقول هاو تو ريتش دايجنوستس ان ذيس كيس، تلخيص للي لسه جايين، اي هاف دايجنوست ذيس كيس از انجيو كراتوما سيركمسكريبتوم نوت ديبندنج اونلي اون جاست اوبزرف سينج باي ماي ايز نو at first by history which is dating since birth. Number 2 depending on the objective examination which is babular lakes and nodules which have characteristic features. Characteristic features دي اللي هي عبارة عن ايه؟ اللي هي عبارة عن violet in color and covered by scales. So I have a case of angiocratoma circumscriptum based on the clinical diagnosis only. This is a clinical diagnosis. Actual due to rarity of this presentation. يعني مش بنشوفها كتير ابدا خالص. يمكن حالتين تلاتة اللي بنشوفهم او انا شفتهم على مدار الفترة الطويلة من الشغل. اعتقدش اكتر من تلات حالات انجيوكراتوما سيركمسكريبتوم او اكتر شوية. فكلينيكالي هم مميزين قوي، بس جاست ان انا احطهم في الديفرانشال diagnosis. أمينة قلتي أنجيوكراتوما سيركمسكريبتوم كوربوريس ديفيوزم مظبوط، والمايبيلي والسكروتوم تمام. الأنجيوكراتوما في سكروتوم اللي اسمها فوردايس. يبقى أنا معايا إيه ده this is the first case. هل في أي سؤال عليه قبل ما نروح للحالة التانية عشان نحاول برضو في الوقت المخصص لنا إن إحنا نغطي كل الإيه الخمس حالات اللي أنا منزلهم وما variable بحيث تديني فكرة how to reach the diagnosis، لأن كل حالة ليها تكة معينة في differential diagnosis. تاني حالة هي كانت معانا، حد فاكرها؟ تاني حالة كانت حالة على الليب ليجن بتاعت راجل عجوز كده. اوكي خلاص متابعينها معايا. تريتمنت يا دكتورة نهاد بتسألي على تريتمنت. اوكي هو صحيح مش الاوبجكتيف بتاعنا في محاضرة النهاردة اللي هو التريتمنت، لكن ما فيش مانع. تريتمنت از ديفيكولت الحقيقة، اكشوال تيز نوت ان ايزي وان، لكن هو بيبقى فيها موست لغاية دلوقتي الناس بتستعمل اكتر الحاجات اللي هي الفيزيكال انترفنشنز. يعني ايه الفيزيكال انترفنشنز؟ يعني زي كرايوثيرابي، زي الفاسكولار ليزرز، زي ممكن
برضو حاجات بس ده قليل شوية. لو الحالة صغيرة بنستعمل معاها تي سي اي سوبر ساتوريتد اللي هو 100%، بس ده لما يكون ليجن صغيرة أوي مش كبيرة زي دي، ممكن سيرجيكال. ولكن طبعا السيرجيكال مش مفضل في حالة زي كده، عشان المالتي بيست اوف فيجن هتسيب رو اريا كبيرة وهتعوز جرافتنج، وبالتالي الشكل في النهاية مش هيبقى كويس. الحقيقة من الحاجات اللي يعني تستحسنا شوية، هل ممكن الحاجات الجديدة بتاعة المنجيوما to have a rule؟ I have no idea، يعني لسه لغاية دلوقتي ما اعرفش هل حد فعلا جرب الحاجات بتاعة الهيمانجيومات في الموضوع ده ولا لا. بالنسبة للحالات زي ما اتفقنا يا جماعة، انا حاطط الحالة على البوست بتاعي على الجروب، يعني ممكن اللي ما شافهاش ممكن يخرج، ما اعرفش هيقدر يشوفها وهو متابع معانا ولا لا، لكن هو ممكن يخرج وترجع تاني تشوف الحالة على ال. هو فاطمة عبد الغني، ازيك يا فاطمة؟ وزي بنها على حس كويسين. طيب تسألي سؤال مهم اللي انا كنت بقوله حالا، هل فعلا ممكن نستعمل تومولول؟ يعني I have no experience، وانا ما قريتش لسه عليها قريب في الحتة دي، هل فعلا ممكن نستعمل دي؟ عايزة برضو سيرش على النت التيمولول والحاجات التانية بتاعت الجديدة اللي هي البروبرانولول سيستميك، هل ينفع في الحالات دي ولا لا؟ اعتقد ان هو ممكن جدا تكون ليها فرصة، يعني اعتقد دي عايزة بس تجربة I have no experience فيها، لكن طبعا اقتراح مهم جدا ولازم، لان الميديكال تريتمنت حاليا في الهيمانجيومات يعني افضل بكتير جدا من اي فيزيكال انترفنشن، ونتائجه رائعة الحقيقة سواء توبيكال او سيستميك تيمولول، وبيحصل كل شويه ادفانسمنت وطريقه فيها، وكان فيها كمان الانجكتبل بعض الناس بتستعملها. وزميلنا الدكتور ايمن عبد المقصود كان نشر بيبر جميله جدا على الموضوع بتاع الرول اوف تيمولول ان ذا تريتمنت اوف وات از مور دينجرس ذان ذيس بيشنت ويتش از كابوتش ساركوما ايفن ان اتش اي في، ودي حاجه جميله جدا. وبالتالي احنا هنشوف القصة دي في النت، ممكن بعد كده نشوفها، لكن عشان عدد الحالات قليلة وبالتالي بتبقى فرصة الشغل اللي هو العملي عليها او الناس اللي بتعمل عليها ريسيرش بيبرز قليلة شوية، فاحنا هنكتفي بالدسكشن ده على الحالة. الحالة التانية ده اولد ايج بيشنت حوالي اكتر من 65 سنة، بريزنتنج باي كومبلينت اون ذا ليب. هو اكشوال الحقيقه كان ريفيرد لينا من انذر برانش، وجاي بيقول في ليجن كده على الليب. لما بنيجي زي ما اتفقنا في الحاله الاولانيه هنشوف هو هنعمل ايه في الحاله الثانيه دي، هنعمل ايه اللي هو ايه الهيستوري. الهيستوري ثواني كده نشوف برضو ولاء، ازيك يا ولاء؟ عامله ايه في السعوديه؟ في الفاسكولار ليزر اي هاف نو اكسبيرينس برضه، نتيجه الايه الحاجه قليله شويه، الحالات قليله وبالتالي اكسبيرينس فيها مش عاليه، لكن طبعا انديكيتد فيها اكيد دي حاجه. دكتور ايمن بيقول لي يو كانت راي دير بروف، صح يعني تستحق يا دكتور ايمن، انا معاك تماما، هي تستحق محاوله، لان يعني مارفلس ريزلت لما دكتور ايمن انت وتتابع مع الفريق بتاعك تخش على حاجه اخطر بكتير جدا اللي هي كابوش ساركوما ويبقى في الاتش اي في، فده شيء طبيعي جدا ان احنا نحاول في حاله تعتبر ابسط، مش هيفرق كتير خالص يعني ان انا حتى لو حصل فيلر حصل فيلر، لكن طبعا اكيد تستحق ايمن ان هي ان احنا نحاول اللي هو الميديكال تريتمنت، مفيش كلام انا متفق معاك تماما. نرمين، نرمين برافو عليك يا نرمين، دي بتقولي سكويموس سيل كارسينوما، اوكي هنعتبر ان تشخيصك مظبوط اللي هي سكويموس سيل كارسينوما اوف ذا ليب، تشخيص الحاله، وده طبعا احتمال كبير جدا، بس القصه بتاعت النهارده ان احنا بنقول ايه، ان انا عايز اشوف هاو تو ريتش دايجنوزس، اقدر اوصل ازاي. دكتوره رغد برضو، رغد بتقول سكويموس سيل كارسينوما، برافو يا بسمه، ان انا هقول بليك، بس انا عايز حد يقول لي طب انت ما قلتليش هيستوري ليه؟ مش لازم تسالوني هو الهيستوري بتاعها ايه، ما انا النهارده بتعلم جلديه صح، مش هتعلم جلديه صح بيزك اللي هو فروم
A to Z اللي هو المفروض انا اتعلمها من وانا نايب وتن استعملها طول ما انا بتعامل مع البرانش ده ان شاء الله يكون عندي 100 سنه. ليه؟ لان هو دايما اللي بيمشي فيزيكالي يعني ده بيوصل في النهايه موست بروبلي للتشخيص الصح او قريب جدا منه. فان ما حدش قال لي خالص قول لي الهيستوري، لا لازم تسالوني على الهيستوري. فالهيستوري صحيح ناس كتير جدا قالوا سكوموس كارسينوما، وانا مبسوط جدا ان فعلا يعني حياه جميله خالص. ده دكتوره رشا انت اللي منوره الدنيا والله، وحشتينا جدا جدا يا رشا. مي قايله كلام جميل خالص اللي هو ايه، سكوموس سيل كارسينوما اون توب اوف اكتينيك كيلايتس يومين زيس، يعني عامله علامه استفهام هل هي اون توب اوف اكتينيك كيلايتس. والدكتوره ضحى كاتبه برضو بالروكاس نديولوس فيشر. اوكي جميل جدا، حقيقه حاجات جميله خالص. يعني بالتالي بقى ملوش لازم الشرح بتاع الدكتور احمد بقى ولا حاجه، الناس عارفه تشخصها من غيرها وتريتش دايجنوز ولا حاجه. فاحنا بنقول ايه، عايزين دكتور بنهاوي بيك منور الدنيا خالص خالص خالص، وحشتنا حضرتك. شيماء راشد بتقول سكوموس سيل كارسينوما اكتينيك كيلايتس از ديفرنشال دايجنوس، هما الاثنين ما ينفعوش مع بعض يا دكتوره شيماء. يعني ما ينفعش يبقى العيان عنده اكتينيك كيلايتس ويجي فوق سكوموس سيل، ينفع جدا. ف يعني ده كلام جميل جدا منك الحقيقه. بس انا برضو ما حدش سالني البرايمري ليجن ايه، اللي هو البرايم، مش قصدي البرايمري ليجن، الهيستوري. الهيستوري هنا مهم جدا يا جماعه، لان لو العيان ده اكيوت اونست كل اللي قال سكوموس سيل كارسينوما شكرا بره اللعبه، هو مش اكيوت اونست. هل العيان ده بتوجعه بتهرشه؟ لا مش بتوجعه ولا بتهرشه ولا حاجه، ده بقى لها فتره طويله جدا معاه. الفتره دي ييرز، ممكن 2 تو 3 ييرز، بس ستارتد جرادولي شويه بشويه بتكبر. وحد من الزملاء اللي قال عليها ان في فيشر، الفيشر ده في من ايه، من الليجن اللي هي الفيروكس دي، لما بتكبر بتشقق بتعمل فيشرنج، الفيشرنج ده هو ده اللي ممكن يوجعه بس، اذروايز انما الليجن مش بتوجع. وبالتالي هنا انا معايا الدكتوره نيرمين، السريتد نديول هو اكشوال فيشرد نديولز، يعني النديول في فيشرنج لما كبر قوي ومع التعب. بس هو يبقى انا هناخدها خطوه بخطوه زي ما اتفقنا، اللي هو ايه، وات از ذا هيستوري. الهيستوري از ا جرادوال اونست ديزيز، كورس از بروجريسيف، الليجنز نوت سيمتوماتايزنج، ما بداش يكشف ولا يروح يكشف لما كبرت قوي بقى شكلها مش لطيف، عشان الناس بتقول له ايه ده يا عم الحاج اللي ببقك ده، وايه اللي انت سايبه على شفافك وشويه الافلام دي. فيبقى هنا مطلوب ايه بقى؟ طيب يبقى مطلوب ان انا عرفت ان انا معايا disease which is مش benign، نقول هو small، بيبدأ يظهر of gradual course أو gradual onset و progressive course okay، بس مش aggressive، بس بالراحة شوية بشوية على مدار years. يبقى أنا معايا ده الهيستو. طيب أنا أسأل هنا الاكوبيشن بتاع العين هتفرق معايا ولا متفرقش؟ حد يقول كده تفرق ولا متفرقش؟ دكتوره منى مبسوطه من الفكره، واحنا مبسوطين بوجودك معانا يا دكتوره منى. وبعدين اميره بتقول لي الصوت حلو عندي، طب كويس الحمد لله ان هو الصوت تمام. لا تمام صوت وصوره. طيب اميره نوت سموث سيرفيس، هو فعلا فيروكس يا دكتوره نوع جندي، فعلا هو فيروكس سيرفيس زي ما انت قلتي. دكتوره مريم اهلا بيكي، منوره اللايف ومنوره الفيسبوك ومنوره مصر. الحقيقه الليشمانايسيس از ا ديفرنشال دايجنوز، بات بيكوز اوف ابسنس اوف ذا انفلاماتوري كومبوننت اوف ليشمانايسيس وي كان تو سام اكستنت اكسكلود ذيس دايجنوزيس ات ذا كلينيكال ليفل. اي مين ليشمانايسيس از ان انفلاماتوري ديس اوردر، صحيح كوزد باي انفكشن، لكنه بيبقى جاي بي ريدش بليك وذ كراستيشن اوزنج اند كراستيشن. احنا شويه هنا بنستبعده. انا بقول هنسال على الاكيوبيشن هيستوري اهوت. حسناء بتقول الهيستوري، فانا اعتقد ان انت سمعت الهيستوري مني. ومي الصوت رجعت قالت الصوت واضح تاني الحمد لله. فالهيستوري اللي احنا قلنا ان هو جرادوال اونست و بروجريسيف كورس ولكن نون اجريسيف
وأوشا أوشا أنتوا مستفيدين، ربنا يخليك يا حبيبتي. طيب الليجن بقى بنقول إيه يا سمر؟ إن إحنا هنسأل على الأوكيوبيشن، هيفرق معانا الأوكيوبيشن ولا ما يفرقش؟ هنسأل، ما إحنا اتفقنا الهيستوري أنا بسأل وخلاص. طب أنا كطبيب جلدية مطلوب مني إن أنا أعمل إيه؟ إن أنا وأنا بشوف البيشنت أنا ذات بالانطباع الأولاني ببدأ استيميول، الانطباع الاولاني بيديني ستيموليشن فور سبيسيفيك كويشنز. يعني انا شفت الراجل ده كده وحسيت من اول انطباع ان ربما يكون سكوموس كارسينوما او ربما يكون اكاديميك كلاس، فهبدا ده يخليني اسال الاسئله بتاعت انت بتشتغل ايه يا عم الحاج؟ فيقول لك والله يا ابني ده انا فلاح. طب بتروح الغيط؟ اه طبعا يا بيه بروح الغيط بقالي طول عمري بروح الغيط. طب بتمشي في الشمس كتير؟ اه بمشي في الشمس كتير. طيب يبقى الهيستوري ده فرق معايا؟ اه طبعا يفرق، ده الهيستوري ده مهم جدا. ليه بقى؟ لان الهيستوري هنا بيقول لي ان العيان ده عنده كرونيك سان اكسبوجر بقاله كتير، ده هو فوق 65 سنه وبتعرض كتير للشمس. انت منوره يا دكتور عناء والله. هاو اولد دكتوره هند بتسال هند يونس؟ احنا قلنا فوق ال 65 اولد ايج بيشنت. ايمن بالبيشن اوف ذا ليجن از كروشال. صح دكتور ايمن، بقول المفروض ان انا احس العيان طبعا المفروض احسها، هل هي فيرم هل هي هارد هل هي سوفت؟ طبعا من الصوره هي باينه ان هي فيرم وفيها فيشرنج وهي فروكا سيرفيس فعلا، فهي فيرم تو هارد الاكشوال بتاعها. لكن هي طبعا مش ليه مش وورت؟ لا ده سؤال كويس جدا. منى فرج بتقول ليه مش وورت؟ صح، احنا لو وصفنا الحاله بالظبط نقول فيروكاس ليجن وورتي ليجن صح، بس احنا بنقول بقى هل هي فعلا اكشوال وورت ولا لا؟ وعشان كده ان في الحاله دي في كلام تاني غير الاولانيه، انا مش هكتفي هنا بالكلينيكال دايجنوزيس اونلي. وده سؤال مهم جدا يا دكتوره منى، فعلا عندك حق الحقيقه ان احنا مش ليه مش وورت فعلا ليه مش وورت. ومروه بتقول الشمس اخبارها ايه؟ الشمس ما فيش شمس، الدنيا ساقعه جدا دلوقتي. عندكم شمس؟ ولا دكتوره هبه دكتوره هلا منوره الدنيا يا فندم والله. دكتوره هلا فايد طبعا استاذتنا وزميلتنا وحبيبتنا في الحوض المرصود. طيب ايمان بتقول على سان اكسبوجر وارسينيك كيراتوزيس. ارسينيك اوكي، بس انا ده راجل مش بيشتغل في مكان فيه الارسينيك، وبالتالي لكن هو جود ديفرنشال دايجنوز يبقى احنا في نفس المنطقه. انا طبعا بتقول ان هو فارمر زي ما اتفقنا فتفرق. منوره يا دكتوره شيماء والله، وانا مبسوط ان انا شايف حضرتك وحضرتك متابعانا. جميل خالص، معظم قال مظبوط. سموكينج برضه، سموكينج مي هافارول، لكن هو مش هو الاساس، لكن ده از جود كويتشن. ليه؟ لان السموكينج هافارول ان ذيس سيتويشن سواء اكتينيك كلايتس او سكويموس سيل كارسينوما. وسامي الخولي بتقول سان اند برولونجد كونتاكت صح. لبنى بتقول فيروكس كارسينوما صح جدا، ذس موست بروبابل ديفرنشال دايجنوز ذا ويل ديفرنشيتد ليس اجريسيف فاريانت اوف سكويموس سيل كارسينوما. لبنى هي لبنى شمع يا شمع ده يعني فيري جود ديسكريبشن انت قلتيها دكتوره لبنى. الحقيقه فيروكس كارسينوما يعني ات ذا كلينيكال ليفل لما تقولي الكلام ده، ده حقيقه جميل جدا. يبقى عملت لنا كلينيكال و هيستوباثولوجيكال ليفل اوف دايجنوز كمان، حاجه جميله جدا حقيقه. يعني توقع جيد، احنا هنقول لك اه احنا عملنا له ايه اللي طلع وكده. انت عايزه الشوكولاته يا نوم؟ ممكن برضو بتعالي بقى يوم الجمعه عندنا في الانفكشن دي ونديك الشوكولاته بتاعتك. المهنه تفرق لانه بيتعرض للشمس كتير طبعا. نوع بتقول مظبوط. احنا معانا دكتورة مي منصور بتقول فيروكاس نديولون ذا رول ليب ديوريشن ريسك فاكتور صح. الاكيوبيشن والتوباكو اكسلنت مظبوط. اميونو سبريشن يعني انا مش فيه اميونو سبريشن، اميونو سبريشن نخليها اجريسيف. اني تايب اوف تريتمنت بيفور للاسف هو عيان غلبان يعني للاسف ما خدش اي تريتمنت. فالمهم احنا دلوقتي خلصنا الهيستوري ونخش على الاكزامينيشن. زي ما دكتور امين عبد المقصود قال ان انا معايا ايه primary lesion which is nodule هنا في الحالة دي verrucous nodule was fissuring firm to hard inconsistency ويبقى له فترة طويلة جدا. يبقى ده الوصف. طيب هل الوصف كده انتهى؟ هل خلصت القصة عند النودول؟ لا،
طب ما نشوف اللب، اللب طبيعية ولا مش طبيعية؟ لا مش طبيعية، ده سيكند وعليها شوية سكيلنس وشوية حاجات بيضة خفيفة كده، وكمان عليها ايه ريدش، يبقى ريدش سكيلي سيكند لب. طيب هي انهي لب، الفوقانية ولا التحتانية؟ حد يجاوب؟ التحتانية طبعا، التحتانية. ليه؟ لان هنا مهمة جدا. اه برافو عليك يا شيماء، الاكتينيك لايتس از دراي، هي فعلا دراي، الليجن دي دراي دراي، ودي مهمة جدا النقطة اللي قالتها دكتورة شيماء ان هي دراي ولا لا. اه دراي طبعا، دراي، وده مهم جدا. دكتور نورة طاهر بتقول نوت وورد باي هيستوري، برضو جود، ده يعني برضو مظبوط، توقع جيد. دكتورة مي بتقول الصوت بيقطع ولا عندي بس؟ لا عندك بس يا جميل. والله غالبا موضوع الصوت ده هيبقى مرتبط بالنت، انا النت عندي قوي جدا يعني ما تقلقوش، هو الدنيا ساعة صحيح ممكن تأثر على جودة النت بتقلي. لا انا برضو مشغل التكييف السخن يعني ما يمكوش. لا الصوت كويس جدا. هو طيب الحمد لله، في ناس كتير قالت الصوت كويس، يبقى الناس اللي الصوت عندها مش كويس تحلل بقى وتشوف اخبار الساعه معاها ايه. عند البيشنت ده يبقى مهم قوي ان انا اتوقع هل هو اكتينيك كيلايتس وايه اللي هيجيب سكوماس كارسينوما. غالبا لازم يبقى في سكوماس كارسينوما بتيجي بريديسبوزنج فاكتور، يعني هتبقى تطلع كده دونوفو، طبعا ممكن تطلع لوحدها يعني مقصود، لكن ممكن جدا برضو تطلع لازم هتبقى موست بروبلي بتطلع اون توب اوف ايه اوف ذا بري ديسبوزنج فاكتور ويتش از هير اكتينيك كلاس. اكتينيك كلاس از ذا موست كومن بري كانسرس ليجن، بالذات بره فين، اللي هو في اوروبا، لان الناس عندهم الشمس والكلام ده بيتعرضوا ليه. اما عندنا في مصر فهي فعلا نوت رير، بس فين اكتر مكان؟ اللي هو لور ليب، في الريفيين، في الناس اللي هي بتروح الغيط، او الناس اللي هي بتروح الزرع المزارع بتاعتها، او الناس اللي بتمشي كتير قوي، هم دول اللي ممكن يتعرضوا للقصة دي. وبالتالي يبقى احنا عندنا الحالة التانية وصلنا at the clinical level ان دي most probably actinic keloids with overlying squamous cell carcinoma او wart، زي ما بعض الناس قالت اوكي wart is a very good differential، مش حاسس اقدر اتكلم. طب احنا افترضنا ان هي squamous cell carcinoma at the clinical level، انا اقدر اخد ال squamous cell carcinoma دي اديها اقول لي والله خد العلاج ده كذا؟ لا مفيش علاج تيومر without histopathological evidence او كمان ساعات immunohistochemical evidence. الجماعة طبعا معلش احنا ناخد خبرة في المرات الجاية، يعني هبقى انزل الصور بدري شوية، انا منزلها من حوالي الساعة 5، وبالتالي الصور بعض الناس ما شافتهاش فهي جاية على طول. مين عايز شوكولاتة بيقول؟ مش عارف انا نوع الجندي تاني ولا مين عايز شوكولاتة. على اي حال اللي ما شافش الصور يطلع ثواني ويرجع يخش تاني، يخش لايف يشوف الصورة على البوست بتاع اللي منزلها معي، هيلاقي الخمس صور. احنا كده الصورة التانية، الصورة احنا عملنا العيان ده ايه؟ طبعا قلنا له هتاخد جوز فور، يا اما سكين بايوبسي جزء بس، او ان انت والله ايه اعملها اكسيجنال بايوبسي والسيفتي مارجن للجراح اللي هو بعته لنا. هو كان بعته لنا من جراحة التجميل، بيقول لنا ايه البوسيبل كلينيكال ديفرنشال دايجنوزيس، فيبقى احنا بنقول هنا الكلينيكال ديفرنشال دايجنوزيس، قلنا له والله ان احنا عندنا سكويموس سيل كارسينوما موست بروبلي. ما بيسالش طبعا عن اللب، لان الجراح مش قصته قصه اللب، لان ما يعرفهاش، هو مش مطلوب منه انه يعرفها الحقيقه، ده شغلانتنا احنا. فبالتالي احنا هنا بنقول ان احنا القصه معانا هي هتبقى قصه اللي هي الاكتينيك كيلايتس مع السكوموس سيل كارسينوما. احنا قلنا للجراح هتاخد دي بسيفتي مارجن، طبعا اللي بيشتغلوها الجماعه بتوع البلاستيك سيرجن، وهتقول لنا على النتيجه لو سمحت، وقلنا البيشنت تجيبها لنا. وزي ما حد منكم قال، الحقيقه كان مش فاكر مين قال، بس يعني برافو عليه، اللي هو كان اللي هو متوقع ان هي تكون ديفرنشيتد سكوموس كارسينوما فعلا،
يا دكتورة منى، طيب طلعت سكويموس سيل كارسينوما، يبقى انا هنا تعديت مرحلة ناو تو ريتش دايجنوزيس، ان انا هنا مش هكتفي بالكلينيكال بس، ما ينفعش، لان عشان اعالج لو بالذات العيان بياخد كيمو ثيرابي او ما شابه لازم يبقى فيه دوكيومنتيشن، وبرده حتى ايفن كمان في الجراحة المفروض يبقى فيه دوكيومنتيشن، الا اذا كان الجراحة يعمل لها سيفتي مارجن وتحلل بعد كده يعني. يبقى احنا دي معانا تاني حالة، والقصة بتاعتنا ان انا وصلت لي اكتينيك كيلايتس مع ايه ويز سكويموس سيل كارسينوما اون توب. الليجن في الليب صحيح بعض الحتة على الناحية الشمال كده مديان انطباع ان هو ربما يكون ويت شوية، الحقيقة ممكن ده يبقى موجود، لكن هو الليجن ما كانتش ويت، بس الصورة خادعة سنة لان هي مدية شوية احمرار، لكن هي الليجن كلها كانت دراي، ما كانش فيه اي حاجة حاصلة فيه، لان لو انا معايا الليجن ويت هبدأ افكر بقى في ايه. هبدأ افكر في الاروزيف لايكن بلانس وجي فوق سكوما سيكا سنو، لان ده الموست امبورتنت ديفرنشال دايجنوز اللي انا ما سمعتوش. هو كل قال سكوما سيكا سنو، بس انا كنت عايز اقول هل هو ان توب اوف اكتينيك لايتس ولا احتمال يكون ان توب اوف اروزيف لايكن بلانس. طبعا مهم جدا البيشنت ما كانش عنده اي ليجن على الفيس، لا ده نهى الجندي بتسال سؤال جميل جدا، هو كان عنده ليجن از ريست اوف ذا فيس اكسلنت. ليه؟ لان فعلا العيان ده عليا ان انا هتوقع ان هو يكون عنده ايه يا نهى، اتوقع ان هو يكون عنده اكتينيك كيراتوزيس اون ذا فيس، وده كان فعلا موجود، بس هو مش كان مهتم بالكلام ده خالص عشان برضو اللو ستاندرد والكلام ده. يبقى انا معايا هنا ايه، الدكتورة سعاد كانت بتقول طبعا اكسجن البوبس، هو ده اللي حصل. يهديكم الله ويصلح بالكم دكتورة ولاء، فعلا انت متابعانا كويس، العطسة المهم جت بعيد عنك عشان مش عندي عدوى ولا حاجة، بس يعني برضو كده تمام، ربنا يبارك فيك. كم سنتي دي بقى ما يعني من واحد لاتنين، بس ام نوت شور لان برضو مش بتاعتنا، لكن احنا جاست ان هو مطلوب مننا ان احنا ايه يعني نعمل له كلينيكال ديفرنشال دايجنوز، لان هو اللي كان باعتها لنا. دكتوره وفاء برضو موسى بتقول يرحمكم الله يهديكم الله ويصلح بالكم حبيبتي، ربنا يبارك فيكم جميعا. سعاد حكم او لقيت مي كات باوت لايكن بلانس فيوليشيس مور، صح برضو، وبيبقى في الروزي. دكتور ايمن بيقول ادفايز ذا سيرجن تو انجكت 25 مللي جرام ميسوتاكسيد زين كومبليت سيرجيكال اكسجن 10 دايز ليتر. جميل جدا، This is one of the option. بقى يا دكتور ايمن مش بس كده على فكره، يعني اللي احنا لسه ما كملناش في تريتمنت وان كان هو بيوند ذا سكوب اوف اور ذيس لايف فيديو، اللي هو هاو تو تريت such a case. يعني مشكله بس ان الليجن كبيره، لكن الانترا ليجن ميسوتريكسيت اتسيلف مي هيلب ذا بيشنت في ناحيتين، يا اما هو سنجل ليجن او سنجل اسيف تريتمنت ممكن يجيب نتيجه، ممكن، بس في البيج ليجن دي مش هيجيب. الاكشوال كان في زميله عندنا شطوره كده كانت عامله رساله على الفايف فلوروسيل، والحقيقه شفت انا نتائج جميله عليها، الحقيقه الفايف فلور انت ليجن فايف فلوروسيل فور سام اوف ذا بري كانسرس اند كانسرس ليجن، وكان جايب نتيجه كويسه. ف فكره الدكتور ايمن ان انا هنا بانشور الايه، بانشور البيتر ريزلتس اند بيتر فولو اب ريزلتس، يعني العيان ادي نتيجه احسن، هو اتس كولد كومباين ثيرابي، بدي الاثنين دول، فده برضو جميل جدا. اي حد عنده اي اقتراح معين بالنسبه للتريتمنت او اي خبره خاصه فاكيد اتس ويلكم، مرحب بيها. طيب الحاله الثالثه هنسيب شويه بقى الست العجوز اللي عندها مالتيبل تايبس اوف سكين ريجنز دي، خليها للاخر لو تبقى وقت، لكن خلونا نروح للبيبي الصغير. البيبي الصغير اللي هي عندها طب دكتور معلش قبل ما نخش توبيكال، دكتوره مريان ابراهيم توبيكال فايف فلورو رسيل في الليجن الجامده دي، اي ثينك فيري سيك ليجن
فيري كراتوتي كورتي ليجن مش هيخش يا دكتوره مريان على على الليجن كويس، وبالتالي مش هيبقى متوقع ان هو يديني نتيجه كويسه، لكن الانتر ليجن ممكن عشان انا بخش بحقن مباشر. دكتوره علا بتقول لو المريض رفض طبعا هديله 5 مليون غسيل بس انجكتابل. و الدكتوره تقى بتقول واي ميثوتريكسيت؟ واي ميثوتريكسيت؟ ميثوتريكسيت از وان اوف ذا لاينز اوف ثيرابي اوف ساتش كيسز، يعني ده سايتو امينو سبريسيف، وهنا في بيستخدم في تريتمنت سواء على مستوى الانجكتابل فورمز او على مستوى الكومبايند ثيرابي. في جزء مهم خالص على فكره الميثوتريكسيت عندنا بيستعمل في حاجات كتير خالص في تيومرز، منهم المايكوز فانجوز بيفور، لو هي قبل ما ادي مثلا مالتيبل ثيرابيز بدي سنجل ثيرابي بميثوتريكسيت، بس عندنا استعمالات كتيره قوي. احنا رحنا للحاله الثانيه فعلا، الثالثه بقى اللي هي البنوته الصغنطوطه للبيبي اللي هو عنده حوالي 6 شهور. واميره بتقول هل هي منجيوما؟ يعني ده ديفرنشال جلوز جود صح؟ مي بتقولي تمام على ايه يا مي؟ دكتور احمد الشاوي منور الدنيا. دكتوره علا محمد بتقول ulcerated infantile hemangioma excellent، ده كلام جميل جدا. دكتور احمد رمضان بيقول كرايو. دكتور خالد بيقول بتقول ايه يا دكتور خالد؟ بتقول انتي بروليفريتيف، جميل. انتي بروليفريشن يعني هتدي ايه الانتي بروليفريشن دكتور خالد؟ دكتور ايمن برضو برد بخصوص مستر كسيت، فطبعا بيقول is currently used by surgeon to lessen the size of the excised lesion for more cosmetic outcome، جميل جدا تمام صح. سمر دياب بتقول على الحاله الثالثه الصغنطوطه ايه vascular ديزيز اوكي برضو، يبقى احنا وزن مش لازم تكون. دكتوره نرمين ulcerated hemangioma is very good differential diagnosis، تمام صح جدا. دكتوره نجلاء ulcerated hemangioma. طيب هنرجع how to reach diagnosis in this case زي ما اتعودنا، عشان يبقى انا النهارده بن ايه بنطبق فعلا فكره اللايف فيديو اللي احنا قلنا عايزين how to reach diagnosis. هي الحاله فعلا ulcerated hemangioma but only، مش بس ulcerated hemangioma، هي البيشنت عنده ليجن تاني، عنده ليجن تاني. بس قبل ما نقول كده هنقول ان الام جايه تشتكي من ايه بقى هنا؟ توقع الام هتيجي تشتكي من ايه هنا؟ هتيجي تقول لبنتي عندها ulcerating hemangioma؟ اكيد لا طبعا مش هتقول كده. مظبوط الدكتور خالد صح، هو انتي بروليفريتيف ليجن، برافو عليك. انتي بروليفريتيف الميثوتريكسيت عشان كده هو له دور في